السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ مكملين مع بعض حلقه كتاب الامتحان الصف الاول اعدادي الترم الاول منهج جديد 2025. الفيديو مش فاكر تقريبا ثلاثه ولا حاجه في الدرس الثاني الوحده الثانيه، ومكملين مع بعض يا شباب. اللي عنده اي سؤال زي ما احنا متفقين يجري على طول على اللينك اللي في الديسكربشن او كومنتس اليوتيوب. ومكملين مع بعض يا شباب في حل السؤال رقم 4: ضع صح امام العباره الصحيحه او علامه خطا امام العباره الخاطئه مع التصويب. رقم 1: تنجذب المشابك أو تنجذب مشابك الورق المعدنية إلى المغناطيس طبيعي. رقم 2: كثافة برادة الحديد تكون أكبر ما يمكن عند منتصف المغناطيس. إحنا متفقين فين؟ عند الطرف اللي هم اسمهم إيه؟ الأقطاب. أوكي. رقم 3: عند تجزئة المغناطيس إلى عدة أجزاء فإن كل جزء منهما يكون مغناطيس جديد له قطبين شمالي وجنوبي. أوكي، زي ما احنا عملناه في كل الأسئلة اللي فاتت، إن كل اللي بيكسر بنحط NOS 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 NOS. أوكي. رقم 4: تزداد القوة المغناطيسية كلما اقتربنا من قطبي المغناطيس. حصل، احنا لسه قايلينها فوق، قال لك عند المنتصف المغناطيس، قلنا لا، عند القطب بتاع المغناطيس أو قطبي المغناطيس. رقم 5: تصنع علبة البوصلة من البلاستيك حتى لا تؤثر على اتجاه الإبرة المغناطيسية. حصل يا مدير، عشان ما حاجة ما تتجذبش معاها فكده فيحصل مشكلة في الموضوع. رقم 6: يتجاذب القطب الشمالي المغناطيس مع القطب الشمالي المغناطيس آخر. لا يا معلم، الاتنين متشابين فيحصل تنافر. رقم 7: تنشأ بين المغناطيس وبعض المواد قوة تنافر. يعني المغناطيس وبعض المواد ما بيحصلش تنافر. اوكي، لا اما بينجذب لا اما ما بيحصلش اي حاجه، اللي هو ما بيحصلش اي تاثير. يعني المواد المغناطيسيه بتنجذب، المواد الغير مغناطيسيه ما بيحصلش اي تاثير، انما تنافر قطبين مغناطيسيين مشابهين لبعض فبيحصل تنافر. رقم 8: تبدا خطوط المجال الكهربي من الشحنه الموجبه بينما تبدا خطوط المجال المغناطيسي من القطب ان للمغناطيس. حصل يا مدير. رقم 9: تمتد خطوط مجال مغناطيسي بين شحنتين كهربائيتين سالبتين. يا عم ما تهزرش، احنا مبدئيا بنتكلم على الشحنات بيبقى مجال كهربي. رقم 10: تنحرف ابرة البوصلة عند تقريب مغناطيس اليها. حصل يا مدير. رقم 5 او السؤال رقم 5 ما المقصود بكلام من مالي. رقم 1: المواد المغناطيسية، المواد المغناطيسية المواد اللي بتنجذب للمغناطيس، المواد الغير مغناطيسية المواد اللي ما بتنجذبش للمغناطيس. رقم 3: قانون تجاذب والتنافر في المغناطيس، الأقطاب المتشابهة تتنافر، الأقطاب المختلفة تتجاذب. رقم 4: المجال المغناطيسي. إيه هو المجال المغناطيسي؟ الحيز اللي بيظهر فيه تأثير المغناطيس. رقم 5: خطوط المجال المغناطيسي، خطوط وهمية بتمثل مجال المغناطيس. أوكي؟ أوكي يا مستر. سؤال رقم 6: علل لما يأتي. رقم 1: يعد كلًا من الحديد والصلب مواد مغناطيسية. ليه؟ عشان بينجذبوا المغناطيس. رقم 2: يعد النحاس والذهب مواد غير مغناطيسيه. ليه؟ عشان ما بينجذبوش المغناطيس. رقم 3: لا تعد كل الفلزات من المواد المغناطيسيه، عشان في فلزات ما بتنجذبش للمغناطيس. رقم 4: يستخدم خبراء الادله الجنائيه فرشاه مغناطيسيه وبراده الحديد للكشف عن البصمات غير الواضحه، عشان في براده الحديد بتلتصق بين الاثر او بالبصمات او الحاجات اللي بيحصل فيها ايه، البصمات يعني اللي بيسيبها الحد اللي بيعمل اي حاجه ده، فبتلتصق فيها فبتبان يعني عشان هي غير مرئيه. رقم 5: تزداد كثافه براده الحديد عند قطبي المغناطيس. ليه؟ عشان قوه المغناطيس بتكون اكبر عند الاقطاب دي. رقم 6: يستقر المغناطيس دائما متخذا اتجاه ثابت عند تعليقه تعليقا حرا، عشان الارض اصلا تعتبر مغناطيس كبير فبتأثر على المغناطيس ده فبتخليه الإن مع الإن والإس مع الإس. أوكي؟ أوكي يا مستر. رقم 7: توجد الإبرة المغناطيسية للبوصلة داخل علبة من النحاس، عشان ما يحصلش تجاذب بين الإبرة والعلبة اللي معايا. ماشي، عشان النحاس مش هيلقط مع المغناطيسية. أوكي؟ فعشان ما يأثرش على عملها بقى. رقم 8: لا تصنع علبة البوصلة من الحديد، عشان خاطر الحديد ده مادة مغناطيسية فيأثر على عمل الإبرة اللي معايا. رقم 9: المغناطيس المتحرك أسفل سطح لوح زجاجي يمكنه تحريك دبابيس مصنوعة فوقه أو موضوعة فوقه. ليه؟ عشان المجال المغناطيسي ممكن يعدي أو ينفذ أو يمتد
من خلال اللوح الزجاجي اللي معايا ده، تمام؟ فاللوح الزجاجي ده مش بيعيقه، اوكي؟ فبيحصل قوة جذب للمغناطيس من خلال اللوح الزجاجي اللي معايا ده. رقم 10، تتشابه خطوط المجال الكهربي وخطوط المجال المغناطيسي في بعض الخواص. ايه هم بقى؟ ان هم خطوط وهميه ما بيتقطعوش، اوكي. رقم 11، القوى المتبادله بين شحنتين متماثلتين تتشابه مع القوى المتبادله بين قطبين متماثلين للمغناطيس، عشان الشحنتين المتماثلتين بيحصل تنافر والقطبين المتماثلين بيحصل تنافر، اوكي. سؤال رقم 7، قارن بين كل مما رقم 1 المجال الكهربي والمجال المغناطيسي. المجال الكهربي المجال المحيط او المنطقه المحيطه بشحنه يظهر فيها تاثيرها. طب المجال المغناطيسي المنطقه المحيطه بالمغناطيس ويظهر فيه تاثير المغناطيس ده. رقم 2، خطوط المجال الكهربي وخطوط المجال المغناطيسي، خطوط وهميه لا تتقاطع، ماشي؟ اكتب بقى الصفات اللي معاك. رقم 8، ماذا يحدث عند رقم 1 تجزئه المغناطيس الواحد الى عده اجزاء؟ على طول بيحصل لكل جزء من دول بيحصل له انه بيبقى مغناطيس جديد، كل واحد ليه ان وليه اس او قطب شمالي وليه قطب جنوبي. رقم 2، تقريب المغناطيس من خليط برادة الذهب والصلب. على طول الصلب ينجذب للمغناطيس انما الذهب لا. رقم 3، الصلب ده نوع من انواع الحديد، شباب انا بنتكلم عنه بعدين باستفاضه يعني، اوكي. تقريب فرشاه مغناطيسيه من براده حديد ثم تمريرها فوق سطح عليه بصمات غير واضحه، ايه اللي بيحصل؟ على طول البراده دي بتلتصق بالاثار او البصمات اللي معايا دي، فبيخليها نقدر نشوفها وبيخليها مرئيه. رقم 4، غمس مغناطيس في برادة نيكل. على طول برادة النيكل دي هتنجذب للمغناطيس وبتكون الكثافة بتاعتها عند القطب أكبر من أي مكان تاني أو عند المنتصف يعني. رقم 5، تعليق قضيب مغناطيسي حر الحلقة أو تعليقا حرا. على طول المغناطيس ده بياخد شكل الأرض اللي هو فوق N وتحت S، أو بيتحول لـ N اللي هو قطب الشمال الجغرافي والاس اللي هو قطب الشمال الجنوبي. رقم 6، تقريب ثقب الالومنيوم من بوصله مستقره. الالومنيوم ده ملوش خواص مغناطيسيه فعلى طول الابره مش هتتاثر. رقم 7، تقريب القطب الجنوبي للمغناطيس من قطب شمالي لمغناطيس اخر معلق تعليقا حرا، ايه اللي بيحصل؟ هينجذبوا الاثنين مع بعض لان هم غير متشابهين. رقم 8، تقريب القطب الشمالي للمغناطيس من قطب شمالي لمغناطيس اخر على طول هيحصل تنافر عشان الاثنين متشابهين مع بعض. وبكده يا حبيب قلب المستر اكون خلصت معاك الفيديو ده، فيديو سريع خفيف على القلب كده بسرعه يعني، خلصناه مع بعض عشان خاطر نكون فايقين للفيديو القادم اللي هو بدايه من اسئله متنوعه باذن الله تعالى. سلام عليكم.